بغض النظر عن اللي راح احكيه، مؤمن بعدالة ووطنية القضية الفلسطينية والقضية العربية بشكل عام، مقتنع تماما بأنه جرى سلب ونهب الأرض الفلسطينية والأرض العربية، لكن بنفس الوقت أعتقد أنه آن الأوان أن نفكر بنوع من الواقعية والبراغماتية السياسية والقانونية. العالم لم يعد العالم الذي نعرفه، العالم اختلف اليوم، العواصم الكبرى اختلفت اليوم، وفي واقع حال يعني شئنا أم أبينا كعالم عربي أو كدول عربية بدنا نقر فيه، وهو أنه هزمنا عسكريا وحتى هزمنا سياسيا إذا جاز التعبير ودبلوماسيا، لأنه إحنا بدأنا بأوسلو بشعار الأرض مقابل السلام، واليوم وصلنا إلى شعار التطبيع مقابل عدم القضم أو عدم الضم. والعالم اليوم عالم مختلف، لا بل العالم اليوم المؤثر إذا جاز التعبير هو منحاز أكثر للجانب الإسرائيلي، فبالتالي الوضع العربي صعب. الآن طبعا من المؤكد أن الدبلوماسية الأردنية يجب أن تنشط في المحافل الدولية، ولكن السؤال بطرح نفسه ما هو تأثير ذلك؟ يعني خلينا نكون يا جماعة واقعيين وعمليين، خلينا نطلع على مشهد 30 سنة مضى، شو الأثر الحقيقي؟ احنا لازم دائما نطلع على الاثر الحقيقي في الشواهد اللي اليوم احنا نقف امامها. يعني انا كاستاذ قانون، القانون الدولي جرى تغييره، جرى انتهاكه، جرى اعاده تشكيله من خلال الصراع العربي الاسرائيلي. فحتى قرارات وقضيه الشرعيه الدوليه هذه اصبحت من ناحيه قانونيه ايضا يعني عليها علامه استفهام، هل لها اثر ولا لا؟ بدنا نروح على الاتحاد الاوروبي، وانا كسفير سابق بالاتحاد الاوروبي، صدقوني أكثر من أنه يطلع يعني استنكار من الاتحاد الأوروبي، مش رح نحصل على أكثر من ذلك. يعني زي اليوم رئيس وزراء بريطانيا بوجه خطاب لنتنياهو لإسرائيل بقول له كصديق أنا بتمنى عليك أنك ما تضم، بتمنى عليك أنك ما تضم. يعني بدنا نعرف هذه اللغة ماذا تعني. العالم اليوم دبلوماسيا خياراته محدودة. طبعا المشهد العربي بالأخير مشهد واضح، في مشهد مأزوم، عندك دول واقع تحت الحروب الأهلية، وعندك دول الآن يعني تجاوزت حتى حدود مواقفها السياسية التقليدية وتتعاطى مع الجانب الإسرائيلي مباشرة. فلذلك يطرح السؤال دائما أنه أنا بالأردن أنا ليش أنا أنحط بالواجهة، أنا ليش لحالي اللي مسؤول عن هذا الملف، ما في عندي مليار مسلم أنا وراي، وين العرب وين المسلمين؟ اليوم مش موجودين.